السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا رب. اتفضل، الله يسلمك. الله يكرمك، كان عندي سؤال. الله يكرمك. اتفضل يا أخي. أنا متزوج وعندي زوجتان، ونوعية الزواج بالزوجة الثالثة إن شاء الله يعني. طيب. فما إن علمت الزوجة الثانية بهذا الأمر إلا يعني غضبت غضبا شديدا، وقالت لي: أنا أقسم بالله لن تلمسني مرة أخرى، تريد أن تمنعني من حقي الشرعي يعني. قالت أقسم بالله إيه؟ لن تلمسني مرة أخرى. طيب، والسؤال إيه بالضبط؟ سؤال: ماذا إن يعني استمرت على هذا الأمر، ما حكم الشرع في هذا؟ يا عصية، إذا لم يكن هناك آثمة، إذا لم يكن هناك يعني ضرر لاحق بها واضح، هي آثمة. طب وهي أصلا دخلت على الزوجة الأولى. السبب هي الزواج الثالث يعني، لا يعني ليس هناك أسباب أخرى. لا يعني الزواج الثالث، هل أنت أدخلت عليها الزوجة في شقتها؟ هل قصرت في الإنفاق عليها؟ أنا لسه نويت يعني، أنا نويت أن الزواج الثالث لسه. يعني أنا أقصد عندك إمكانات للزواج؟ أي نعم إن شاء الله، أي نعم. خلاص. في مسكن مستقل وأعدل بين الثلاثة إن شاء الله يعني. خلاص، أعنك الله، لا يسمع عليك. طيب يعني هل هي بذلك تسقط حقها في النفقة؟ ما هو إذا نشزت يعني المرأة الناشز عند الجمهور يسقط حقها في النفقة. يعني أفهم كلام حضرتك إن هي الآن زوجة ناشز. هي قضية يعني، ما أتكلمش في قصتك أنت، أنا لا أعرف قصتك بالضبط، لكن كتقييد يعني عام يعني لا يوجد تفاصيل إلا ما ذكرت. ما أنا داخل في موضوعك، أنا أتكلم كتقييد عام. المرأة الناشز هل ينفق عليها أو لا ينفق؟ بحسب درجة النشوز. إن تأكدنا أنه نشوز ولا اختلاف في التوصيف بأنه نشوز، يسقط عند الجمهور حقها في النفقة. طيب بالتوصيف اللي أنا ذكرته، هل لا أستطيع أن أفتيك بصورة شخصية؟ لا يعني قضايا، هذه قضايا تسمع للأطراف. ممكن إذا سمعناها تقول: هذا رجل ظالم أصلا، ولا يعطيني ما يكفيني، ومستدين وأخذ مالي. ممكن تطلع أشياء كثيرة. شكرا. طيب. عائشة، بارك الله فيك يا عائشة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك مولانا؟ الحمد لله. ارفع صوتك لو سمحت. حاضر. دلوقتي حضرتك بعد اذنك، في حساب في امريكا، هو حاجة متعلقة بالدولار ماشي. في حساب شركة في امريكا نضخ بيها استثمارات بالجنيه المصري، كان انخفاض رسوم التحويل الأمريكية. الشركة هناك بتقوم بسداد بعض الفواتير وإرسال رواتب للمؤسسين في الشركة لمصر بالدولار هنا. لا أفهم. طيب. اسألي غيري عن هذا الموضوع.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك شيخنا؟ الحمد لله بخير. ربنا يبارك في حضرتك يا رب ان شاء الله. حياكم، اتفضل. شيخنا لو في حد في جنبنا في الجامع امام يعني محترم، راجل حافظ القرآن ويخطب الجمعة، فأنا عندي محل في نفس الشارع، فمثلا ممكن أطلب منه يشتغل معايا وكده في العطور يعني، هو لا ده تقليل من شأنه يعني؟ لا، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان زكريا عليه السلام نجارا، وقال: ما بعث الله من نبي إلا وراء الغنم. أيوه. المهنة شيء طيب. أيوه، ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ خالد؟ الحمد لله. نسألك دعاء لي ولأبنائي بالهدى والسلام. الله يهدينا وإياكم ويسددنا وإياكم يا رب العالمين. اللهم آمين. عندي سؤالين أو ثلاثة في عجالة إن شاء الله. تفضل. رجل عنده مال وهو شحيح في الصدقات. أخبر زوجه أن تنفق هي من المال، يعطيها المال كله، يعني يترك المال عندها كله. وتنفق من المال في الصدقات ولا تخبره، لأنه من شدة حبه للمال قد يمنعه. هو قال هو عفوا أنفقي أنت ولا تخبريني. فهل هو مأجور؟ إن شاء الله مأجور. طيب، قرأت حديثا في صحيح مسلم بأن المرأة إذا أنفقت من كسب زوجها من دون علمه فله نصف الأجر، فعندي إشكال، لم أفهم معنى الحديث. لا، غير مفسدة. في تقييدات غير مفسدة، يعني مثلا أمك تخبز، مر عليها سائل أعطته رغيفا ولم تستأذن الزوج، لا نصف الأجر. لكن تدمر البيت تعطي نصف الطبلية، لا. يعني كل شيء بالقدر. إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف، وللخازن وللزوج النصف، والخازن مثل ذلك، اللي هو أمين المخزن. نعم. طيب، سؤال آخر. سأل. امرأة أصيبت بحادث وهي في الحامل في الشهر الخامس. أخبر يعني طبيب عند الحادث، أخبر بأن هذه المرأة إذا لم تجرى لها عملية في العمود الفقري مباشرة، العملية دي لابد من إخراج الجنين، وسيتعرض الجنين للوفاة، لابد أن يموت الجنين مقابل أن تجرى لها عملية، وإن لم تجرى لها عملية فقد تصاب بشلل كامل أو الوفاة. الشهر كام؟ كنت سمعت لأحد المتقدمين من الشهر كام؟ الشهر كام؟ المرأة يا أخي الشهر كام؟ حمل في الشهر كام؟ الشهر الخامس. لا تبني يعني الجنين سيموت حتما. لا تبني على رأي طبيب واحد، تستفسر من أكثر من طبيب. لا، الله يوفقك، وفقك الله يا قارئ أيمن النقيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب. اتفضل، الله يسلمك. بارك الله فيكم وحفظكم الله. وإياك، اتفضل. شيخنا الحبيب. اتفضل. أستاذ حضرتك يا شيخنا الحبيب، ليه صديق سافر السعودية خدمات حجاج. فجه يحرم من المكان اللي وصل فيه، من مكان العمل، فطبعا رفضوا في مكان العمل، فراح أحرم من التنعيم، فهل عليه شيء؟ تقول ماذا؟ عفوا، هذا السؤال. سافر خدمات حجاج. ايوه. وبعد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل. حياكم الله.
كنت عايز اسال حضرتك سؤال. هلا دلوقتي انا بسافر كل مده ومده مكان بعيد، بقعد اسبوع ل 15 يوم زياره، فهل بيجوز انه خلال المده دي اقصر واجمع الصلاه؟ عمل او ماذا او فسحه او زياره اهل 15 يوما؟ على راي الجمهور، على راي الجمهور تتم بعد 3 ايام، هذا الاحوط. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. لنا سؤال بعد اذنك. تفضل. بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة، في كلمة ولا الضالين إذا لم يشدد حرف اللام، يعني نشك في تشديد حرف اللام في الصلاة. لا توسوس، الصلاة تصح بس لا توسوس. أنت لا تشك أنه لم يشدد حرف اللام، لا لا توسوس، الصلاة صحيحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، كنت بسأل حضرتك، كان زميل سافر إلى خدمات الحجاج وذهب وأحرم من مسجد التنعيم لأن رفضوا أن هو يحرم من مكان العمل. ايه. فهل عليه شيء؟ هو أحرم طبعا متمتع بالعمرة إلى الحج. يعني هو نزل، أين نزل؟ هو مكان اسمه الشميسة. الشميسي. هل أهل من الشميسي أو لم يهل من الأصل؟ يعني أهل بملابسه أم لم يهل من الأصل؟ لم يهل من الأصل. أيوة. هو ذهب وأهل من التنعيم. والله أنا أرى أن عليه دم. دم مش مساكين، مش إطعام. لا لا لا، لو كان أهل من ميقاته الذي هو فيه. وارتدى الملابس يكون عليه أحد أشياء ثلاثة، إما الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. لكن ما دام لم يهل من، هو كان المفترض لم يريد، عقد نية الهلال من الشميس يهل من الشميس. أهل من التنعيم عليه بما ذكرت لك شاء. لو أهل من الشميس يبقى عليه يا شيخنا، معلش آسف، معلوش حاجة خالص، هو الآن نزل عمل. لو أهل من الشميس بملابسه معلهوش حاجة؟ عليه أحد، معلهوش حاجة إذا كان عقد النية من الشميسي. معلهوش ولا لم ولا. صبرا. لو أهل من الشميسي بملابسه، ملابس المخيط، ارتكب محظورا، فعليه إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. جزاكم الله خيرا. وياك حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، أنا بعمل شنط يدوي بخرز الكريستال. تعملي إيه عفوا؟ ماذا تصنعين؟ أيوة أنا بعمل خرز شنط يدوي بخرز الكريستال. والله من مش فاهم بتقولي. معايا حضرتك؟ انا وضحي الكلام شويه، مش فاهم. بعمل شنط؟ بتعملي شنط ها؟ يدوي بخرز كريستال. تعملين شنط يدويه بخرز كريستال؟ ولو لمعه، فانا عايز اعرف هل كده حرام يعني عشان ملفت، ولو لمعه ولا لا؟ مكروه. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ لم أسمع الإجابة جيدا يا شيخ. السؤال بتاع تشديد الحرف
الفاتحة. قلت لك الصلاة صحيحة ولا توسوس اختصارا. السلام عليكم. انت فاهم سؤاله يا عبد الرحمن؟ يقول لي هو يقول لا اسمع الامام يشدد في الضالين، يعني الضالين مخففة. قل الصلاة صحيحة ولا توسوس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لك يا مولانا، هو في أحاديث صحيحة ثبتت في عدد صلوات، عدد ركعات الصلوات؟ طبعا، زي إجماع، تواتر، تواتر جيل بعد جيل. هي تواتر طبعا. أيوه. أصل أنا قلت لواحد صديقي كده هو مش مصدقني، يقول أكيد في أحاديث. يا بنت فعلكم في عقلك في خلل أنت هو ولا إيه بس؟ يعني الرسول صلى الظهر أربع، وصلى المغرب ثلاثا، وصلى الفجر ركعتين. ذا نصوص، عدة نصوص وإجماعات أمم. هي فعلا كده جت بالتواتر بقى جيل بعد. السلام عليكم. والأحاديث أيضا. ما له الإخوة اللي جرى لعقولهم الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا مصطفى؟ الحمد لله بخير. ربنا يزيدك من فضله ويجعلك من اهل الفردوس الاعلى يا رب. اياكم ان شاء الله يا رب. اتفضل. دلوقتي يا شيخ في اخ عايز يفتح حساب ومش هياخد يعني العائد الربا والعياذ بالله يعني، ولكن عايز يعني ياخد جزء هو هيتخلص منه بس يترك الباقي للمصاريف الاداريه، يعني هل هذا الامر يجوز؟ لا يجوز الاستفاده من الاموال الربويه في المصاريف الاداريه. لا يجوز ولا في اي شيء. تمام. طيب في سؤال اخر يا شيخ مصطفى. بالنسبه كلمه الحديث ضعيف، ما معنى كلمه الحديث ضعيف؟ لا يثبت عن رسول الله. لا يثبت يعني السند، السند الى رسول الله لا يصح. تمام. قد يكون له طريق اخر، قد يكون المعنى صحيح من مكان اخر. اختصارا يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كان لنا سؤال بعد اذنك. اتفضل. من يومين كده كنت نمت قبل صلاة المغرب، قبل المغرب بساعة، واستيقظت على الساعة الثالثة والنصف قبل الفجر. فاستيقظت فصليت المغرب، على ما توضأت يعني صليت المغرب وصليت العشاء بعدها. فأثناء صلاة العشاء قبل أن أسلم أذن الفجر. قضيت ما حكم الصلاتين دول؟ قضيت المغرب قضاء لكن مرفوع عنك القلم لأنك كنت نائما، والعشاء الحمد لله في وقتها، لأن نأخذ برأي العلماء القائلين بأن وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر، وأنت أدركت منها ركعة قبل الفجر أدركت الصلاة. بالنسبة للمغرب هل عليه اسم ان انا اخرت ونقص؟ الله اعلم بحالك. اذا كنت تعبان ونمت قبل المغرب على اساس تستيقظ المغرب وتصلي فلا بأس، لكن اذا انت ناوي انك تنام ولا تقوم يعني على حسب نيتك. لكن القضاء صحيح؟ القضاء صحيح. انت نمت، من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. يعني القضاء الصلاة بعد اذا فاتت، سمعت ان هي لا يصح القضاء بعد فوات الوقت. لا لا لا، مين قال لك كده؟ لا بد ان تقضى. المتعمد يقول المتعمد لا يقضى. المتعمد حتى يقضي عند الائمة الاربعة. الا رأي شاذ لبعض الحنابلة. حتى بعض الحنابلة يعني، فقط بعض الحنابلة، مذهب الحنبلي كثيرون من أصحابي يقولون بالقضاء أيضا فضلا عن المذاهب الثلاثة الأخرى. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله محب في الله. حبك الله الذي احببتنا له. احفظك رب ونا. عندك بس سؤالين الله يحفظك رب ويبارك. السؤال الاول، شخص بيصلي
وبيسمع عزك الله الصوت من ناحيه الدبر، فسال حد فقال له طالما مش متاكد ان في حاجه خرجت كمل في الصلاه. لا الصوت مسموع واضح يعني ولا ايه؟ لا هو صوت هو 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 لا الصوت واضح قوي يعني، بس في صوت. لا اذا كان يسمع فالرسول يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. تمام. طب حضرتك، طب حضرتك الحته دي معلش انا اسف، لو دي شبه يعني شبه مستمره معاه، يعني ما هوش شبه مستمر معاه انما مش سلس، يعني هو على طول لما بيصلي يعني كل ما يصلي ولا مطلقا؟ ايه؟ يعني هذا الصوت دائما معه او عند الصلاة فقط؟ اغلب الاوقات 90% عند الصلاة بس، 90% عند الصلاة بس. هو الموضوع شك معه بقى يصلي الصلاة 5 مرات ودخل في مرحلة كده. لو انا عارف انه مريض هذا يعالج عند طبيب. تمام. يعني هو حاليا حكم صلاته ايه؟ ما انا ما اعرفش اذا كان في ريح يخرج فقط في الصلاة. مفيش. لا نستطيع ان نقول انه مصاب بسلس الريح. لا نستطيع ان نقول انه مصاب بسلس الريح، لكن فهو مرض يعالج. شكرا. السلام عليكم. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. الشيخ مصطفى العدوي؟ نعم مصطفى العدوي، تفضل. طب يا شيخ انا من السودان. انت عارف الحال في السودان عامل ازاي والحرب؟ الله يكشف عنكم الضر يا اخي. اللهم امين. طب انا في مصر هنا واهلي هناك في السودان. وطبعا انا مش عارف اعيش يعني من غير اهلي وكده، ففي الدنيا حرب وهم بيقولوا لي ما تجيش راجع يعني. ما دي ايه؟ بيقولوا لي مش ما تجيش راجع الناس السودان يعني. يقولون لك لا ترجع السودان. ايه؟ وانا عايز ارجع السودان. انت مصري ولا سوداني؟ لا انا سوداني. اللهجه مصريه يعني. لهجه مصريه. طيب لا تذهب الى البلاء هنالك، واسعى في احضارهم الى مصر. بس طب حاجه ثانيه. تفضل. انا بحاول احفظ في القران وكده. يعني ايه كده بقى؟ بحاول احفظ يعني. ماشي. على قد ما اقدر. ماشي. ومرات كده في الجامع بيقولوا لي اتقدم صلي بالناس يعني في جوامع جنبنا كتير. فعندي رهبة يعني من الوقوف في مقام الإمام كده. أنت تحفظ الكتاب العزيز؟ أحفظ جزء منه بس شوية مش كتير. متقن؟ لا أتقن. لا لا تتقن؟ لا. طيب غيرك المتقن يتقدم. الله يكرمك. ما معنى واضمم اليك جناحك من الرهب؟ بعض العلماء من يقول الخايف يعمل هكذا. الخايف يضمن. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا سيدنا؟ الحمد لله. والله يا سيدنا اول ما بتفتح عليا بنسى كل شيء عايز اقوله لك. الله يغفر لي ولك، تفضل. ما السؤال؟ ما السؤال يا سيدنا؟ والله انا بطمن على سيادتك وعايز اقول لفضيلتك ان احنا عايزين نجي لك زياره ان شاء الله من الصعيد، ويا ريت يا اخي نستسمح فضيلتك ان انت تقعد معانا ولو ربع ساعه فقط. اتفضل. رتب معايا الهاتف الخاص وان شاء الله محدش بيتواصل معانا يا سيدنا. ان شاء الله ارسل رساله لاخوانك من الصعيد واطلبك ان شاء الله. ماشي يا سيدنا، جزاك الله خير ورفع عنك الله البلاء والوباء يا رب، واياك والسامعين والسامعات يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا حاتم، تفضل. اي الشيخ مصطفى العدوي معنا. اخوك مصطفى العدوي. نعم اخوك مصطفى العدوي معك. مرحبا سيدنا. يا مرحبا بك واهلا وسهلا. رجاء وسؤال يا سيدنا بعد اذن حضرتك. اتفضل. يعني انت استاذنا ومعلمنا وسمعنا لحضرتك الله كتير وقعدنا الله يغفر لنا حضرتك كتير. اتفضل تحت امرك. اتفضل. الله يسلمك. يعني ده رجاء من ابن الاب. لا انت اخ ووالد، اتفضل. الله يزيدك يا سيدنا. يعني تطويل البال بس مع الناس، لان في عوام كتير بيسمعوك مولانا وبيجوا عليك قدامنا في الكلام، فاحنا بنقول لهم لا ده راجل عالم
ويمكن عنده ظروف في الردود. تاخد بال حضرتك؟ جزاك الله خيرا ان شاء الله. فيعني ليه؟ لان في ناس عوام كتير بتحب تهاجم الناس الملتزمه وحاجه زي كده، واحنا مننا دايما بندافع، فهو يقول لك الردود بتاعته ساعات بتبقى ناشفه مع الناس. جزاك الله خيرا. على كل حال اشكر الله ثم اشكرك، ولتعلم انني وانت والاخوه هؤلاء كلنا بشر. نعم. وكمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا اربعه، فيعني اعذرنا فنحن بشر والناس كابل المئة. والله يا سيدنا ده اللي بنرده وبنقوله. يا سيدنا احنا بنقول ان المشايخ بشر مش ملائكه. وارد يمكن راجل عنده ضغوط او بيفتح للناس مش عايز يطول مع واحد مثلا وبتاع، بس احنا بنقول ان دايما معظم ممكن واحد يكون بيسال عنده رجاء بعد ربنا سبحانه وتعالى في حضرتك، ان انت يعني تكون سبب في حل مشكله له مثلا. اشكرك. ان شاء الله نجتهد باذن الله. ان شاء الله. السؤال باذن بعد اذن حضرتك بقى. بالنسبه للموتى، الميت تنقطع صلته بالدنيا اول ما يموت، يعلم حاجه؟ وبالنسبه للي بيزوره، هل يعلم يحس باللي بيزوره او الدعاء هيصله او الاشياء اللي هي بينسال عنها كتير من الناس يعني؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. وفي الحديث انك لا تدري ما احدثوا بعدك. نعم. انك لا تدري انك لا تدري ما احدثوا بعدك. نعم. الله يبارك فيكم. ماشي يا مولانا، معلش انا اسف انا لحضرتك، بس ايه؟ لا ابدا ابدا، حاجات بتجيلنا كتير، فقلت ده شيخي واستاذي ومعلمي وحضرت لحضرتك كتير. اشكر لك تواضعك. اشكر لك تواضعك وجزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير. الله يبارك لك يا سيدنا وربنا يزيدك، وانا دايما اقول ان انتوا النور اللي بيضيء للناس في الطريق باذن الله عز وجل يعني. الله يصلح حالنا وحالك يا رب. ربنا يوسع عليك يا سيدنا، ودعواتك لنا سيدنا بصلاح الحال لنا ولاولادنا ورفع الكربه والغم والبلاء عن الدنيا وعن الله وعن الناس. يا رب امين، يا رب امين، يا رب امين. جزاك الله خير. ما سيدنا ماشي سيدنا. مرحبا بك يا دكتور احمد ابن ايمن، وفقك الله واهل بيتك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ والحمد لله. أحوالك؟ الحمد لله بخير. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يحفظك، اللهم امين. وإياك يا حبيبي، الله يسلمك. يحفظك يا رب. إيه الحكم يا مولانا لو حد في اليوم ميلادي قال لي كل عام وأنت بخير؟ والله على ما قال الإمام أحمد في مواقف مشابهة، ليست هي بالضبط، من ابتدأني رددت عليه بما هو أحسن من رده. وانا لا ابتدئ احدا. يعني لو حد رد عليه ربنا يبارك في عمرك. والله اعلم يعني. الله يغفر لنا ولكم. تمام، ربنا يحفظك رب ويبارك فيك، اللهم امين يا رب. واياكم. الله كل خير. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله انا بخير، الحمد لله. بعدك يا شيخنا، بس انا كنت ماشي على خطه طالب علم تحصيليه، وكنت بس عايز اعرض عليك الكتب اللي انا باخدها. عايز تاخدين عفوا؟ انا باخد في منهج تقدير طلب العلم، فكنت عايز اعرض على حضرتك الكتب اللي انا باخدها يعني. اتفضل. في الفقه باخد ادله بيت المتفقه للشيخ وحيد عبد السلام بني. وفي السيره باخد الاردوزه بتاعت ابن ابي العز الحنفي. وفي العقيده المنظومه الحقيقيه. وايضا في تفسير كتاب حضرتك ومن دول بيان في كلمات القران. وفي الكتاب ايه الاخير؟ الاخير ايه؟ الاخير ايه كتاب؟ في التفسير كتاب حضرتكم اللي هو البيان في كلمات القران تقريبا. ايوه. وفي 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 الحديث الاربعون النوويه. وان شاء الله في بعضها لا اعرفه وبعضها اعرفه، فليتك تتواصل مع الهاتف الخاص رتب لك منهجا. الله يكرمك. الاخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم البيان
فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم. أقول مستعينا بالله حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سعدنا بما حصل من فوز للرئيس التركي الجديد، وذلك لأمور كما لا يخفى عليكم، منها وأعظمها إيواء أقوام استضعفوا في بلادهم. ولكن في الحقيقة ساءتنا جدا صيغة القسم التي أقسم بها، فلزم البيان، ونسأل الله أن يهدي المسلمين والمسلمات. فكان من قسمه أنه صدر القسم أنه يقسم بشرفه ويقسم بعرضه، وليس في ديننا أننا نقسم بشرفنا ولا أن نقسم بعرضنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حليفا فليحلف بالله وليصمت. وليست الوقفة عند هذه بالدرجة الأولى، فهناك ما هو أنكى وأشد وقطع القلب، ونسأل الله أن يغفر لهذا الرئيس وأن يتوب عليه قبل أن يموت. وهو قسمه بأنه سيحافظ على العلمانية وعلى الديمقراطية وعلى مبادئ مصطفى ابن كمال ابن أتاتورك، تلك المبادئ الهدامة التي تهدم الإسلام وتهدم الدين. فمبادئ مصطفى ابن كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق في قبره، تلك العلمانية التي تفرق في الدين وتأخذ شيئا من الكتاب العزيز وتكفر بشيء، العلمانية التي تقتصر في فهمها للدين على الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولا دخل للدين عندهم لا في سياسة ولا في اقتصاد ولا في حدود، لا دخل للدين عندهم في كل هذا. هذه العلمانية الوقحة التي يؤمن أهلها ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، لا يجوز أبدا لأحد أن يقسم على الوفاء لها، بل علينا أن نتبرأ منها بكل صور البراءة. علينا أن نتبرأ من العلمانية، ونتبرأ من الديمقراطية، ونتبرأ مما أطلقوا عليه سيادة الشعب، إنما السيد هو الله والآمر الناهي هو الله سبحانه وتعالى. صدق الله العظيم إذ ذكرنا بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده، فولاؤنا لله، ولاؤنا لكتاب ربنا، ولاؤنا لسنة رسولنا، ولاؤنا لأهل الإسلام، ولاؤنا لأهل الإيمان. ليس ولائي أبدا لعلمانية ولا لديمقراطية، بل أشهد الله ثم أشهدكم أيها الأخوة أنني بريء من العلمانية وبريء من الديمقراطية، ولا نغتر أبدا بالعلمانية والديمقراطية، بل كما قال الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعلينا أن نستمسك بالإسلام، وأن نحذر هذه المذاهب الهدامة العلمانية الخبيثة الماكرة، والديمقراطية التي أمكر من العلمانية كذلك. أيها الإخوة، إن ربنا قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. العلمانية أهلها يقولون: دع ما لله لله ودع ما لقيصر لقيصر،
ونحن نقول إن الأمر كله لله، الأمر كله لله، إليه المنتهى في الأمور كلها، كما قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. الحكم لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة بارك الله فيكم، إن ربنا قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. أيها الإخوة، تبرأوا إلى الله من هذه المذاهب الهدامة. إن قوم شعيب هم أهل كفر وضلال. لما ذكرهم شعيب عليه السلام، ذكرهم شعيب عليه السلام بإيفاء الكيل والميزان، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. استنكروا عليه أن يتدخل الدين في الاقتصاد، وبئس ما قاله، وبئس ما قاله. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. أيها الإخوة، لا تغتروا بشخص، لا تغتروا بأحد أبدا إلا المستقيم على أمر الله ورسوله. المستقيمون على أمر الله ورسوله يفرح بهم. أنصار الديمقراطية والعلمانية، نبرأ إلى الله من الديمقراطية، ونبرأ إلى الله من العلمانية، نبرأ إلى الله من قوم يقولون لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، نبرأ إلى الله من قوم يقولون لا دخل للدين بالاقتصاد. إن قوما ظنوا ظنا خاطئا في هذا الدين، ظنوا أن الدين قاصر على بعض الجوانب دون بعض، والله يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. رجل يصلي ويصوم ويزكي ويقرأ القرآن ويفتتح مساجد، لكن إذا جئت عند تحكيم شرع الله سبحانه، أو جئت عند الحدود، أو جئت عند الاقتصاد، يقول عن الحدود: تلك وحشية. يقول عن الاقتصاد: لا دخل للدين بالسياسة ولا دخل للدين بالربا. عياذا بالله من هذا. يا أهل الإسلام، الحمد لله الذي من علينا بكتاب الله، ومن علينا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة بارك الله فيكم، اثبتوا على دينكم ولا تنجرفوا أبدا عن كتاب الله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. اثبتوا على دينكم، لا تغتروا بديمقراطية ولا تغتروا بعلمانية. وعلى هذا الرئيس الذي أقسم هذا القسم أن ينظر حاله مع الله، وأن يتوب إلى الله من هذا اليمين التي أقسم فيها أن يكون وفيا لشخص أثيم. اجتمعت كلمة المسلمين العقلاء على تأثيمه، وهو مصطفى بن كمال أتاتورك الذي فرق بين الدين والدولة، والذي كان سببا في دمار الإسلام وأركان كثير من الإسلام. يا أهل الإسلام، أعقلوا وأنيبوا إلى ربكم. إننا سمعنا قسما ليس فيه اسم الله سبحانه، كله وفاء للديمقراطية وللعلمانية وللدساتير وللقوانين، ونحن نضع كتاب الله فوق رؤوسنا، سنة رسول الله فوق رؤوسنا، ننقاد بكتاب الله، ننقاد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد. أعود إلى ما أنا بصدده من الإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، وعذرا على هذه المداخلة، فكان لزاما أن نبين للناس أمر
دينهم الذي جاء في كتاب ربنا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. بارك الله فيك يا شيخنا وأحسن الله إليك. وعليكم. اليوم يا شيخنا يعني تجد كثير من المسلمين يعني إلا ما رحم ربي لا يشغل باله في الدعوة ولا يشغل باله في التبليغ إلا الجماعة التي هي تبلغ وتذهب يعني الذي أنت أعلم بحالهم وكيف يسيرون. وأنا لا أجد إلا أن أسير معهم وأن أكون معهم من غير تعصب ومن غير يعني أن أكون تحت ظلهم وكما يأمرون. اختصارا للقول خير الكلام ما قل ودل. أنصحك أن تتعلم دينك قدر جهدك واستطاعتك وتبلغ ما تستطيع تبليغهم هذا الدين وبالطريقة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلكها. ولا أنصحك بالانضمام لجماعات فالمسلمون كلهم إخوة لك. لا تنتظم مع جماعة فإنه لن يمر عليك وقت إلا وقد عاديت من لم ينتظم معك في الجماعة كما هو شأن أكثر الجماعات. عداوة من لم ينتظم معهم ويطعنون فيه بكل صور الطعن. إذا لم تكن في الجماعة معنا أو في الحزب معنا أو في المذهب معنا فأنت علينا. إلا أن يتقوا ما يظهر لهم منك، يتقوا شرك. لا تنتظم مع أي جماعة كانت. أنت مسلم أخ لكل المسلمين، إنما المؤمن إخوة، المسلم أخ المسلم، هذا كلام الله. لكن للأسف درج أصحاب الجماعات على عداوة من لم ينتظم معهم ومن لم يسير في سلكهم. وهذا من قديم كما قال الصنعاني وقد ذكرت أبياته في موطن آخر، قال: وأقبح من كل ابتداع رأيته وأنكاه للقلب المولع للرشد مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد صب عليه صوت ذم وغيبة ليجفوه من قد كان يهواه عن عمدي فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد ويتبع أقوال النبي محمد وهل سواه بالله في الشرع من يهدي فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. المسلمون كلهم إخوة لك. تعلم كتاب الله ما استطعت، والذي تعلمه بلغه كما كان الرسول يعلم ويبلغ. كل المسلمين إخوة لك، تحبهم على قدر طاعتهم لله وتنصح من هو منحرف عن طريق الله وسنة رسول الله. بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. هل الأفضل لأولاد متخلوا مدرسة عربي ولا مدرسة لغات؟ والله الأفضل أظن من وجهة نظري الأقرب إلى الله أن تدخلهم مدرسة فيها لغة العرب، ولست بمستنكر تعليمهم لغة العجم، ولكن الأولى اللغة العربية التي بها نفهم كتاب الله ونفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أخي الفاضل. تفضل. زي حضرتك. الحمد لله. دمت من الحامدين شيخنا. شيخنا لي جار قام حفل احتفال بعيد ميلاد لابني. جار ماذا صنع؟ أقام احتفالا بعيد ميلاد بابني. أقام احتفالا بعيد ميلاد ابني. قطع الحضور، ولكن بعد ذلك أحداني قطعة من الحلوى المحتفلة بعيد ميلاد. فأخذتها ولكن لم أكل منها، فهل يجوز أطلب أكل من هذه القطعة؟ إذا أكلت الحلوى لا إثم عليك. وأنا أعلم بأنها إذا أكلت الحلوى لا إثم عليك.
تمام، جزاك الله خيرا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ لو سمحت، ما عايز أسأل سؤال. ابني دخل صندوق استثمار إسلامي سمعت ابنك دخل صندوق استثمار إسلامي وانقطع. استثمار في أسهم شركات في مكسب وخسارة. ها؟ في البنك. نعم. في أسهم شركات في مكسب وخسارة. والله يا أختي أنا في متحفظ على مسألة الأسهم لعدم معرفة المساهم بقدر بقيمة السهم الحقيقية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك. الله بحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك لك. معلش يا شيخنا، هما مسألتين صغيرين محتاج أخذ رأيك فيهم. اتفضل. المسألة الأولى، في أحاديث كتير جدا بتقابلني، بس يعني في بلاقي ان هي صحيحه جدا يعني، ومعظم الشيوخ اللي بسمعهم بيصححوها وكلهم شيوخ ثقات الحمد لله، وتفاجئ ان حضرتك مثلا مضعفه. فانا امشي ورا مين؟ انا ما اعرفش حاجه في القصه دي اول نقطه. الحاجه الثانيه هي دايما انا لسه بادئ ملتزم جديد يعني الحمد لله، فدايما الشيطان يعني واقف لي في كل حته ويحسسني ان انا مرائي في كل اعمالي، يعني اي حاجه بعملها دايما بحس برياء فيها، واي حديث بسمعه عن الرياء بيكون بالنسبه لي شبه الكارثه، يعني ان انا دايما اشبه نفسي بالاحاديث اللي تذكر عن الرياء يعني. بس انت شعبتنا في الاسئله الان. انت الان ذكرت اذا اختلف علماء في تحسين حديثي وتضعيفه، الاجابه على هذا، وانت مقلد كما تقول لا تفهم شيئا في هذا العلم، خذ بالأحوط لك في دينك، خذ الأحوط لك في دينك. المسألة الثانية، إلزم السنة واتق الوساوس. بارك الله فيك. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أن أنا بحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. من فضلك يا شيخنا كان عندي سؤالين. اتفضل. اولا وانا محتاجه افتح حساب في البنك علشان اقبض عليه مرتبي. في قدامي حلين، ان انا اعمله حساب بيجي عليه فوائد والفوائد دي اطلعها الفقراء لا تربطني بيهم قرابه ويستفيدوا بالمال ده، ولا اعمله حساب ما لهوش فوائد خالص وادفع مصاريف اداريه عليه كل 3 شهور 90 جنيه. والله كله وارد، ان كنت قويه الايمان ولن تمتد عيناك إلى أموال الربا تأخذيها، بل ستأخذيها وتنفقيها على سبيل التخلص منها، فخذيها وانفقها على سبيل التخلص منها ولا تتركيها للبنك. طبعا. إذا كنت تخشيني على نفسك من الضعف فالاحتياط مطلب. لا إن شاء الله، يعني إن شاء الله ربنا يعافينا من أذنش بحرب من الله ورسوله. يا رب جزاك الله خير. يا رب احفظنا وإياكم يا شيخ. معلش سؤال تاني. تفضلي. يعني حضرتك كنت قلت قبل كده ان الغناء حلال لو بكلمات طيبه وفي افراح او كده، هو لو حد بيحب الغنى بس من غير موسيقى طبعا، مش بستحل المعازف ولا حاجه، بس مش في مناسبات، يعني ممكن اكون بعمل حاجه كده في البيت وبغني مع نفسي، فهل ده حرام؟ يعني انت في المطبخ وجالسه تغني اغاني الفاظها طيبه، يعني في شام محرمات، او تغازلي زوجك وانت في المطبخ باغاني، ما في بأس. لا ما في بأس. تمام جزاكم الله خير. الله يكرمك. ويعني احب ان انوه على ان بعض الناس، بل بعض الشيوخ، فهموا قول الله تعالى وأقوال المفسرين فيه، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله،
فهم أنها الغناء قولا واحدا بلا تفصيل، ولكن ينبغي أن نلقي الضوء حول الآية الكريمة حتى لا تفهم على غير وجهها. الله قال في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ما المراد بلهو الحديث؟ يشتري أما من الإماء التي تبث لهو الحديث، تبث لهو الحديث لماذا؟ ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فأقرب المسألة، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس، مجلس علم وخير وبركة مع سائر أصحابه، مجلس علم وخير وبركة مع سائر أصحابه. في هذا التوقيت الذي فيه الرسول يعلم القرآن ويعلم السنة ويعلم الخير، واحد كافر كبير مع فلوس ينشئ مسجد مجلس فسق، ينشئ مجلس فسق، يأتي بجواري مغنيات متعريات إلى حد كبير، يرقصن وتشرب الخمور وترقص النساء ويغنين لكي يصرف الناس من عند رسول الله إلى عند إلى الشرك والضلال. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فشري المغنيات لكي يصرف الناس ويبعدهم عن طريق الله وعن طريق رسول الله ويتخذها هزوا. هذا يختلف عن واحدة مغنية بتغني لزوجها في البيت أو بتغني في فرح، لا شك في هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، أنا اللي سألت على الشنط، فعايز أعرف بس مكتبة حلال ولا حرام؟ حضرتك قلت لي إنها مكروهة. يعني أنت قلت إنك تصنعين شنط وفيها خرز من كريستال تلمع والبنات ماشيينها شايلينها وبيمشين في الشوارع بتلمع، قلت لك مكروهة. مكسبها تصدقي جزء منه، ولا استبدلي الخرز بأي شيء لا يلفت الأنظار. بس بس انا عاملاها مخصصه مثلا لمناسبات افراح او كده. نعم والله، ما خلاص كده يعني، ما عندي مزيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله انا بخير. تسعي الحمد لله، يكرمك. دعواتك يا عم الشيخ الله يكرمك. الله يوفقنا واياك يا اخي. السلام الله يكرمك. لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك بخصوص في صندوق في نقابه الاطباء انا مشترك فيه اسمه صندوق تكافل الاطباء، الحاجات دي حلال ولا وضع ايه بالظبط؟ البعد عنه اسلم، لان هذه الاموال تودع في البنوك الربويه وتثمر هنالك. اسف قطع من النيران. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. ازيك عامل ايه مولانا؟ الحمد لله. معلش كان في كم سؤال كده. الله يكرمك. صح حديث ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام، حديث ده صحيح يعني ولا لا؟ كسند ضعيف، لكن في معناه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. ده صحيح. حضرتك انا في يعني اخ يسافر بره يعني بالخارج يعني يعني ممكن احيانا لاولادي انا مثلا يطلبوا منه حاجه، انا ممكن اطلب منه حاجه يبعتها لنا مثلا او حاجه يعني، هل ده يعني يندرج برضه تحت المقوله دي ولا الامر ياسين يعني؟ اخوك ابن امك وابيك ولا ايه؟ نعم يعني هو اخوك ولا ما هو؟ اخويا. والله الاشياء في بينكم يعني احيانا اخوك انت متعشم في اخيك كما يقول المصريون، هو متعشم فيك، قال لك يا اخي الاشياء المتحمله لا باس. مثلا حاجات الان مثلا بيطلبوا منه مثلا يا عم هات مثلا كذا يا عم هات لي مكياج للبنت الاموره عايزه مكياج وانت جاي من دبي مثلا، يا عم هات لي شاي السلام ولا شيء، كان الاشياء الخفيفه تمشي. حاجات عادية يعني. حاجات عادية كلها هتلاقي سلسلة ذهب مثلا، لا كده نخف. طيب الله يبارك فيك يا مولانا. بالنسبة للسلام باللسان على النساء،
لو انا تركت يعني مثلا لينا جيران، فمثلا الجيره اللي هنا في القريه يعني، فممكن بقول السلام عليكم يعني لبعض النساء. ما في مشكله. مر الرسول صلى الله عليه وسلم على نسوه من النساء قعد فسلم عليهن. تمام. وسال ابن سعد الساعدي يقول: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وكنا نفرح بيوم الجمعة، كنا نذهب إلى عجوز تصنع لنا سلقا فنسلم عليها. لكن في بعض الأمور، إذا أنت كنت مثلا كم عمرك؟ 38. واحدة مثلا تعلق بها ولا حاجة وبدأت تسلم، فممكن يكون في هناك حرج يعني في بعض الأحوال. يعني في بعض الأحوال إذا خيفت الفتنة امتنعنا، لكن ليست هناك فتنة سلم. لا، وأنا مش بتكلم على لو أنا سألت، أنا بتكلم على لو في جيران يعني واحدة مثلا جيران، أنا بالنسبة لزوجها مثلا عادي بوك على مثلا هي يعني الجيرة مش هي غبية شوية في تصرفاتها يعني. فأحيانا أنا مثلا بعدي أنا كشخص أنا بصراحة ما برضاش أقول لها السلام عليكم. يعني انما جوزها عادي، فهل انا كده اخد حكم ان ده خصام ولا دي عادي يا واحده ست مش ملزم ان انا اقول عليها السلام اصلا؟ لا يعني اذا انت قلت لها السلام عليكم هتقول لك ماذا يعني؟ هي يعني هي متجنبانا واحنا متجنبينا. انا اسالك سؤالا، اذا انت مررت وقلت السلام عليكم، ماذا ما رد الفعل المتوقع؟ هترد خلاص. خلينا كده افشي السلام بينكم، ما فيش فتنه الحمد لله. ماشي يا مولانا، الله يبارك فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الله يسلمك. سمعت يا شيخ، كان عندي استفسار بس. استفسر. يا شيخ، انا بلاقي بعض القنوات على اليوتيوب ينشرون مقاطع لسيادتكم يعني في بعض الامور وفي بعض الفتاوى، ينقلون فتاوى عنكم يعني. طيب ايه المشكله؟ فانت هل تسمح بنشر الفتاوى عنك او في حرج؟ لا والله، يعني اذا كانت فتاوى صحيحه انشرها. فيديوهات لكم ما في شيء مشكلة، أنا مناش من أي شيء من هذا، خير ينتشر. تمام إن شاء الله. أشكر. الله يكرمك. ما حكم إرسال صورة البنت المنتقبة على الواتس أب لأم العريس، مع العلم أننا لا نعرفها شخصيا هذا قبل الرؤية، ليتأكدوا هل هي مناسبة أو لا؟ إذا كانت الفتنة مأمونة والصورة لن تتداول والمرسل إليهم امرأة أمينة ستحذفها بعد ذلك، ممكن في تجويز لمثل هذا، مع أن الصورة لا تعكس الشكل الحقيقي للفتاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عندي سؤالين لو سمحت. يعني اتفضل يا حبيبي. السؤال الأول، عايز أعرف حكم يعني العزومات القرايب وكده والأحزاب. عزومات الأقارب. المانع عزومات مختلطة ولا غير مختلطة؟ يعني مثلا ممكن يعني ينفع مثلا ابن عمتي ومراتي موجودة وكده، ينفع ولا ما ينفعش؟ في نفس البيت. لا يعني في اختلاط، ما هو اختلاط لا تذهب. مو ممكن يبقى في اختلاط شوية بس. لا اختلاط لا تذهب إلى الأماكن المختلطة. طيب السؤال الثاني شيخ، هو لو أنا كنت بصلي سنة الفجر وقيمة الصلاة، كان المفروض أقطع الصلاة ولا أكمل؟ ها؟ كنت بصلي سنة الفجر. أيوه. وأقيمت الصلاة. كنت تصلي سنة الفجر فأقيمت الصلاة. هل علي أقطع؟ أكمل الصلاة، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. تمام، شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أزيك يا مولانا؟ الحمد لله. يا رب دايما. بقول لحضرتك إن شاء الله رايح الحج، أنا كنت كلمتك من يومين. أنا المتهرب. ماشي يا متهرب. الله يحفظك يا رب مولانا. ان شاء الله ينفع اعمل طواف افاضه مع الوداع؟ ينفع من غير عذر؟
ولا لازم عذر؟ لا ينفع ينفع، بس الأجر أقل طبعا. نعم الأجر أقل بالطبع. طبعا أنا أسافر المدينة، فأنا يعني بعد الحج لا تودع قبل تودع قبل سفرك المدينة. ايوه بعمل اجمع الاثنين مع بعض، الفاضل مع الوداع قبل ان تسافر المدينه، قبل السفر ان شاء الله. الله يسلمك. طب سؤال ثاني في التجاره بعد اذنك. نعم. في حد اشترى مني بضاعه مثلا ب 10,000، دفع منهم 5,000، وبعد فتره خد البضاعه، كان ناقص له حاجه في البضاعه، وبعد كده البضاعه غليت، ولغايه دلوقتي هو ما ادانيش الفلوس، وليه جزء من البضاعة عندي، هل ينفع ان انا ازود عليه في الجزء المتبقي؟ لا عفوا، هل كان اتفق معك على الشراء بصورة نهائية اخلف في الموعد ولا لم يخلف؟ لا اخلف في الموعد، ما جابش بقية الفلوس، يعني انا ليا فلوس عنده لغاية دلوقتي، وهو ليه عندي جزء من البضاعة مقابل الفلوس يعني ولا ايه؟ الفلوس اكتر. وما جابهاش. ما جابهاش يعني. والبضاعة دي زادت حوالي يعني ايه 1000 جنيه مثلا. ايا كان. لسه الباقية ليه؟ يعني اخلف مدة زمنية كم؟ كم المدة الزمنية التي عطلك؟ من 4 شهور. اه. فهو حالا بيطالبني اجيب له القطعة اللي هي اللي ناقصة دي بالسعر القديم، يا اما مش هيديني بقية الفلوس اللي ليه. يعني هو متحكم فيك. ايوه ما هو ليه فلوس عنده. وسؤالك سؤال المضطر الان، ماذا تصنع؟ اختر اخف. نعم. الاضرار لك. نعم اختر اخف الاضرار. اختر اخف الاضرار. الله يسلمك. يعني لو تمسكت بحق ان انا ما اجيبلوش الحاجه على السعر القديم يبقى عليا وزن. اذا كنتم قضيتم البيع، اذا كان لماذا تخلف عن السداد هذه؟ لا لها يعني مطلب يا شيخ. مطلب الاغنياء. خلاص الاحوط لدينك. نعم. بدي اعطيه السلعة المشكلة تقل. والله السلعة ما عندي، يعني السلعة انا يعني انا موكل ان انا اشتريها له. ايوه. فهي مش موجودة عندي بالسعر القديم حتى، انا اشتريها حالا بالسعر الجديد، فاحط عليها من جيبي. امال بعتها كيف وهي مش موجودة عندك؟ نعم. كيف بعتها وهي ليست موجودة عندك؟ انا التاجر بشتري يعني كان جزء من بعض من 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 يعني من بعض البضاعة كان ناقص. اه. يعني ساعات بتبقى متواجدة عندي، بس في حاجات بجيبها بالطلب لأنها ساعات بتبقى غالية. اشتريها واعطها له وخرجها من الاختلافات، وربنا يعوضك خير. يا رب اللهم آمين. دعواتك يا مولانا بتسر الحج. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش يا شيخنا، زوجي حج مرة قبل كده، والحج ده عايز يبقى عن والده الله يرحمه. آه. هو كده ياخد ثواب الحج ولا إيه؟ ان شاء الله مأجور، لكن كم هو الله اعلم. يعني هو ما يحسبش حج ليه، هو خلاص ثواب الحج لوالده الله يرحمه، صح كده؟ ان شاء الله مثاب. الذي يصنع في والده معروفا، يثاب او لا يثاب. بهذا القدر اجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لانعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم فك الأسر المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخلق الحسن والكلم الطيب والنوايا الخالصة لوجهك يا كريم والأعمال الصالحة يا أرحم الراحمين. اللهم اسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة